وللتعليق على المأساة التي يعيشها أهالي الموصل بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت المحافظة، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. مرحبا بك معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله. غرقت العديد من أحياء المدينة إذن بسبب الأمطار والفيضانات، وخسرت العراق أرواح جديدة في هذه الفيضانات. إلى ماذا ترجع هذه الخسائر في الأرواح والممتلكات في المحافظة وفي مدينة الموصل تحديدا؟ نعم، لا شك بأن ما شاهدناه من صور وفيديوهات واضحة وصريحة بالإحمال الحكومي المتعمد لمدينة الموصل وبقية المحافظات العراقية الأخرى التي شهدت أمطار لساعات. الحقيقة ما يحدث هو قتل بطريقة غير مباشرة لأبناء هذه المحافظات، سواء في ديالى أو صلاح الدين أو محافظة نينوى، وبعض الأقضي أيضا في تل عفر وناحية العياضية ومدينة الموصل التي غرق 13 حي من أحيائها. ونحن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من السكان وظروف استثنائية أيضا تعيشها مدينة الموصل، كون هذه المدينة يفرض عليه حظر التجوال والتنقل صعب. قوات الدفاع المدني أو فريق الدفاع المدني لا يستطيع أن يقدم العون لكل الأهالي، وإمكانياته شبه معدومة الحقيقة، مجرد أشياء بسيطة جدا لكون الدفاع المدني لم ينتشل كل الجثث نتيجة المعارك التي جرت في 2017 و2018 في الجانب الأيمن في مدينة الموصل. إذن ما يحدث الآن في مدينة الموصل وبقية المحافظات واقع مأساوي كبير يعيشه العراقيون منذ احتلال العراق في عام 2003 وحتى يومنا هذا، نتيجة الإهمال والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، ومن ضمنها مسألة المياه الصرف الصحي وبقية المسائل الأخرى والبنى التحتية. بنى تحتية منهارة، إذن السؤال أين ذهبت أموال إعادة الإعمار؟ نعم، مسألة إعادة الإعمار هي منظمات حاولت أن تعمل بحلول ترقيعية لا تستطيع أن تصل في لمدينة الموصل وإمكانيات وحجم سكان مدينة الموصل والمساحة الجغرافية لمحافظة نينوى ككل. نحن نتحدث عن مدينة يعني الحقيقة هي مخصص لها ضمن التعداد السكاني 11% من ميزانية الدولة، ولم تصرف ميزانية محافظة نينوى في عام 2014 و2015 و2016 و2017. إذن نتحدث عن ما رقم يقارب 50 مليار دولار سرقت من مدينة الموصل ولم تصرف هذه الأموال. صرف في 2019 مبالغ قليلة جدا وجزئية لا تلبي 5% من احتياجات المحافظة. نحن نتحدث عن مدينة مهملة بالكامل، بدون مطار، بدون وقع صحي، بدون صرف صحي للمياه الثقيلة. وضعية البلدية كما أن هناك بعض الجهات تمتلك آليات ولم تشارك في إنقاذ أرواح الناس، وهناك بيوت بأكملها غرقت، وهناك الآن أتحدث إليك أنا منزلي الخاص في مدينة الموصل غرق بالكامل. نعم. الحقيقة هي وضع مأساوي يعيشه أبناء الموصل، وأعتقد بأن الحكومة هذا الوضع المأساوي دفع الأهالي لإطلاق العديد من نداءات الاستغاثة، لكن لم تجد هذه النداءات ردة فعل من الحكومة في بغداد أو حتى المحافظة، لم يتخذوا إجراءات أمام هذه المأساة. لم تستطع الحكومة المحلية والحكومة المركزية الارتقاء ولو بنسبة بسيطة جدا في تقديم الخدمات لأبناء مدينة الموصل ومحافظة نينوى، رغم خصوصية هذه المدينة كونها منكوبة وخارجة من حروب دموية وقتل بها أكثر من 40,000 إنسان ودمرت أحياء بأكملها. لكن هذه الحكومة المحلية والحكومة المركزية عاجزة بشكل كبير أن تقدم شيء، كونها حكومة ميليشيات، حكومة محاصصة، حكومة همها الوحيد المكاسب والمناصب والكراسي. لذلك نجدها عاجزة عن تقديم أي شيء، وهي بطريقة أو بأخرى متعمدة هي تريد أن تضعف هذه المدينة إلى أبعد حد ممكن. حتى مطار، لا يوجد مطار في مدينة الموصل، مقرات المنظمات فندق واحد لا يوجد في مدينة الموصل، وهذه المدينة هي تعدادها الحقيقة أو محافظة نينوى ما يقارب الأكثر من 4 مليون نسمة. إذا هناك جريمة في حق الإنسانية تحدث الآن في مدينة الموصل، وأمام منظار العالم الذي يقف عاجزا عن تقديم شيء لأبناء هذه المحافظة وهذه المدينة بالأخص. نعم أستاذ زياد، خبراء الأرصاد يتوقعون أن تستمر الأمطار وبالتالي الفيضانات في الأيام القادمة،
هل ينتظر أن تتخذ الحكومة تدابير لوقف هذه الخسائر في الأرواح والممتلكات؟ سيدي الفاضل، أنا أعيش في النمسا منذ أكثر من 5 سنوات، وفي بعض الأحيان تمطر السماء لأيام ولم تجد بركة ماء واحدة، كون هناك منظومة تصريف مياه صحي. أما في مدينة الموصل، الحكومة لا تتخذ، المحلية والمركزية لا تتخذ إجراءات تتناسب مع حجم المأساة المتوقعة. إذا الحكومة هي بطريقة أو بأخرى لا تريد مساعدة أهالي مدينة الموصل، لا ساعدتهم في أثناء الحرب، ولم تساعدهم ما بعد الحرب، ولم تساعدهم الآن، ولا تريد أن تساعدهم كونها حكومة عاجزة. مثل ما أسلفت، همهم الآن الصراع على المناصب واختيار رئيس وزراء يستطيع أن يلبي رغبات تلك الأحزاب ويمول حملاتها الانتخابية، كوننا نعيش في حالة من الفراغ والانهيار التام في البنى التحتية في كل العراق الحقيقة، وليس في مدينة الموصل فقط، ولكن هذه المدينة متضررة جدا بسبب الأمطار والسيول التي انهالت عليها من كل حب وصوب خلال ال 24 ساعة الماضية. شكرا لك سيد زياد السنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.